الكريب بدك نجيبهم خالصين او بدك نجيب البات تبع الكريب خالصه وانا بحط لهم شوكولا بعد كده شوكولاته لا حلاوه بيش شو بدك الشعر على احكي لي اذا بدك عمليه هون عشان ما تنفطوا افطري لي غدا ونص يا مش كده هيدي لا 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 بس بمسح عايزه بقى الشوكولاته هذا هعملهم كلهم في بعض اوعى اوعى بسرعه بسرعه سهيلا في يطلب منك طلب شو ساعه بتعملي لي ما تعملي لي في لا هيدا ولا بنت بس شوكولاته ما فيش بنت هيدا ما بدي بس شوكولاته